يشترط في من يترشح لمنصب الرئيس الأمريكي أن يكون من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية، وألا يقل عمره عن 35 عاما، وأن يكون مقيما في الأراضي الأمريكية لمدة 14 سنة على الأقل. كما يشترط توافر نفس الشروط في من يترشح لمنصب نائب الرئيس، إضافة إلى شرط عدم جواز أن يكون نائب الرئيس من نفس الولاية التي ينتمي إليها الرئيس، وذلك بموجب التعديل 12 للدستور الأمريكي. يتم انتخاب الرئيس الأمريكي ونائبه كل 4 سنوات، وخلافا لما يعتقده الكثيرون فإن الناخبين الأمريكيين لا يقومون بانتخاب الرئيس بشكل مباشر، بل يتم تحديد الفائز عبر المجمع الانتخابي الذي يتكون من 538 مندوبا، ويوازي هذا العدد أعضاء الكونغرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ 535 عضوا، علاوة على 3 أعضاء من مقاطعة كولومبيا التي توجد بها العاصمة واشنطن، على الرغم من أنها لا تملك أي تمثيل انتخابي في الكونغرس. يكون لكل ولاية داخل المجمع الانتخابي عدد معين من الأصوات حسب عدد سكانها وعدد النواب الذين يمثلونها في الكونغرس. فعلى سبيل المثال، ولاية كاليفورنيا أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان ممثلة في المجمع ب 55 مندوبا، وفلوريدا لها 27 مندوبا، وهكذا. يحتاج الفائز بمنصب الرئيس من بين المرشحين إلى الحصول على 270 صوتا على الأقل من مجموع أصوات أعضاء الهيئات الانتخابية والمجمع الانتخابي. تجرى الانتخابات وفقا لفكرة أن الولاية دائرة انتخابية واحدة، وأن الفائز بأصوات الناخبين فيها يفوز بكافة أصواتها في المجمع الانتخابي حتى لو كان فائزا بأغلبية طفيفة. تطبق القاعدة، قاعدة الفائز يحصل على كل شيء في جميع الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء ولايتي ماين ونبراسكا، اللتين تطبقان نظام التمثيل النسبي، بحيث يحصل كل مرشح على عدد من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي يتناسب مع عدد ما حصل عليه من أصوات الناخبين.